الطاقة مورد أساسي ومهم جدا في حياتنا اليومية، وفي الأونة الأخيرة تنوعت مصادر الطاقة بشكل كبير جدا نتيجة لزيادة الطلب المضطرد بشكل كبير من ناحية، والتوجه العالمي لمصادر الطاقة النظيفة لتقليل الضغط على مصادر التقليدية وأضرارها الكبيرة من الناحية التانية. في الحقيقة أن التحول ده لأهميته وما يقدمه من مميزات، لكن تكلفته عالية، وده اتطلب أننا نشتغل على مجال مهم جدا وطالما كان شبه مهمل، وهو إدارة موارد الطاقة، وده عن طريق دفع قنوات البحث والتطوير لبحث سبل تقليل الفقد في الطاقة عن طريق تطوير النظم القديمة واستبدالها بأخرى حديثة وأكثر ترشيدا في استهلاك الطاقة. مشروعنا البحثي هو واحد من المشاريع البحثية المدعومة من مركز التميز في الطاقة والمنفذ من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكمان هو واحد من المشاريع الفائزة بدعم شنايدر إلكتريك في مجال إدارة موارد الطاقة. مشروعنا البحثي هو في مجال إدارة موارد الطاقة في أنظمة التبريد والتدفئة. أنظمة التبريد والتدفئة المنزلية في دولة صناعية كبرى زي الولايات المتحدة تستهلك 7% تقريبا من الناتج الإجمالي للكهرباء، أما في مصر فالغالبية من الأحمال هي أحمال منزلية، مما يعني زيادة هذه النسبة بشكل أكبر. فبعض المصادر ترجح هذه النسبة بأكثر من 20% من استهلاك الكهرباء، مما يعني بكل تأكيد بأن إدخال التعديلات على هذه الأنظمة وإن كانت محدودة أو بسيطة لجعلها أكثر ترشيدا لاستهلاك الطاقة قد ينتج عنه توفير ضخم وهو مستدام في السلع الأهم في القرن 21 وهي الطاقة. أنظمة التبريد والتدفئة على اختلاف أحجامها وتطبيقاتها، إلا أنها تتكون من نفس الأنظمة والمكونات ودورات التبادل الحراري التي تعمل بنفس المفهوم، وإن تفوتت في أحجامها وبعض الإضافات السنوية والتكميلية كأنظمة مناولة الهواء وتوزيع الهواء وخلافه. في مشروعنا البحثي اخترنا التركيز على واحدة من أهم هذه الدورات المكونة لأنظمة التبريد والتدفئة إن لم تكن أهمهم وأكثرهم استهلاكا للطاقة، وهي دورة التبريد The Refrigeration Cycle. هدفنا الأساسي في المشروع أننا نحسن كفاءة دورة التبريد بإدخال التعديلات التالية عليها: أولا، استبدال التكنولوجيا الحالية من المواتير بأخرى حديثة أثبتت كفاءة في استهلاك الطاقة زي السينكرونوس ريلاكتنس موتور والبراشلس دي سي موتور. ثانيا، تطبيق أنظمة مغيرات السرعة على التكنولوجيا دي من المواتير ومقارنتها بمثيلتها من الأنظمة الحالية الأقل كفاءة. ثالثا، التحكم في تبريد المكثف تبعا لظروف التشغيل الخارجية، مما من شأنه تكامل مكونات الدورة مع بعضها مما يرفع من كفاءتها في استهلاك الطاقة. وفعلا نجحنا في بناء وتصميم نموذج تفاعلي متكامل ودقيق جدا يجمع كل الأنظمة الكهربائية والميكانيكية في نموذج اختبار متكامل لكل عناصر الدورة واختبار جميع أنواع المواتير الكهربية والتحكم الكامل بكل أجزائها بطريقة أوتوماتيكية ذكية وبسيطة لتسهيل التعامل معها للطلاب والباحثين المستقبليين. ونجحنا أيضا في بناء الخوارزميات اللازمة لإدخال التعديلات اللي اتكلمنا عليها من شوية، والتي تجمع جميع عناصر النظام من حساسات الضغط والحرارة ومغيرات السرعات وأجهزة قياس القدرة واستهلاك الطاقة في وحدة المعالجة الرئيسية عن طريق أنظمة الاتصالات بين كل هذه المكونات والتحكم في المنظومة كلها عن بعد باستخدام واجهات مبسطة للتحكم والمتابعة الـ HMI. لكن عندما منعتنا الظروف الصحية المعروفة من إمكانية التطبيق العملي لكل ما قمنا به لم نيأس أو نتوقف، بل ذهبنا لما هو أبعد من ذلك وقمنا بتحويل المنظومة كلها إلى نماذج رياضية باستخدام System Theoretical Governing Equations ومعرفنا في الديناميكا الحرارية ونظم تبادل الحرارة، ونجحنا بالفعل بتحويل النظام كله من أجزاء ميكانيكية وكهربية إلى محاكاة كاملة للنظام على برنامج Simulink، مما سمح لنا بالحصول على كل البيانات المرجوة لصياغة نتائج وتوصيات المشروع كما خططنا لها تماما. أهلا وسهلا بيكم، أنا فادي تيم ليدر بروجكت. لو عايزين تعرفوا إزاي نجحنا في كل اللي فوق ده كملوا معانا البي اي سي. So let's get started.